مش معقول يا ماما، كل ما اروح مقابله شغل تيجي معايا. ايه في ايه يا حبيبي؟ مش عايزني اطمن عليك؟ مضايقاك قوي مجي معاك؟ يوه بس خلاص بقى انا كبرت. بس بقى ما تقولش كبرت ولا حاجه، قول لي يا حبيبي مش عايز تعمل بيبي ولا حاجه قبل ما المدير يجي؟ لا مش مزنوق. كل مره بتقول لي مش مزنوق، كل مره بتقول لي مش مزنوق بيبقى عندك بيبي، وتقعد عمال تترقص كده طول الانترفيو. عموما لو حسيت انك عايز تعمل بيبي قول لي وانا هاخد لك اذن من المدير. اوكي ماما. اوكي يا حبيب ماما. بس مساء الخير. مساء النور يا فندم. انت احمد؟ ايوه يا فندم. وحضرتك مامته؟ منوره يا حاجه، منوره. نورك يا حبيب قلبي، نورك. انا اسف جدا يا فندم، بس هي دايما بتكسفني كده وبتحرجني وتيجي معايا في الوقت الغلط. لا 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 مفيش مشكلة خالص، أنا عادة ما بعملش كده في الانترفيوهات، بس دي حالة خاصة. تشربوا إيه؟ شاي من فضلك. بس بلبن لو سمحت. عايزة أقول لك على حاجة. اتفضل. لولا إن أنا مرضعة ميد وطبيعي كنت عمرك ما هتشوفه كده. عايزة أقول لك الرضاعة الصناعي عمرها ما بتبني جسم ولا بتقوم عضم. فعلا. ولبن السرسوب كمان. طبعا لبن السرسوب احسن لبن، معروفه. انت عارفه حضرتك ان انا كمان راضع رضاعه طبيعيه. ما شاء الله ما شاء الله، واسم الله باين عليك من وهدوم. ما شاء الله يا ماما. لا يا ماما ينفع كده يا ماما؟ ايه ده ايه ده، هو انا علمتك كده؟ هي دي الربايه؟ اسكت وطي صوتك قليل الادب. يا ماما. وحضرتك تشربي ايه؟ شوف الذوق. شاي يا فندم. طبعا طبعا، هات لي شاي وشاي بلبن بسرعه يا مصطفى. الحلاقه دي الحلاقه دي، ولا كانك طيب. حارق، وعمرك ما تروح عند الحلاق ده تاني، حاجه تقلق. طيب نبتدي. اتفضل. ولا كاني موجوده. تمام. عادي جدا. بس بقول لك على حاجه بس كده قبل ما نبتدي، ايه نطفي التكييف عشان حبيبي ميدو من ابو لمس على طول بيجي له برد. قول لي بقى يا احمد عندك كام سنه؟ 28 سنه. ما شاء الله. قول ما شاء الله. ما شاء الله. اشتغلت فين قبل كده يا احمد؟ اشتغلت حضرتك ولا حاجه ابدا، لا شغله ولا مشغله، قاعد لي في البيت طول اليوم، لا شغله ولا مشغله، وانا عمال اجري ولا اهمال بقى ايه ما اقولكش، هدومه مرميه في كل حته، سريره منعكش، وياكل ويرمي. وتعالي يا ماما بقى. يا ماما حرام حرام يا ماما، حرام عليكي، ده تلت انترفيو بوظيف. ايوه رد على ماما. ايوه علي صوتك وري الاستاذ اللي اتأدبك. ايه ايه يا احمد يا حبيبي؟ ابقى علق هدومك يا حبيبي في ايه؟ رتب سريرك في ايه؟ طبعا ما هو ملوش عين يرد، ملوش عين يرد. ممكن يا طنط اكمل الانترفيو مع احمد؟ طبعا يا حبيبي، انا اعتبرني مش موجوده. انا سكت خالص اهو. انا سكت. بص انا هسكت، انا هقفل بقي خالص، مش هفتح بقي خالص. بص انا هحط دي في بقي. لا انا مش هتكلم، انا هحط جزمه في بقك. انا على فكره انا الغلطان ان انا جيت. انا يا رب ربنا ياخدني يا رب، ربنا ياخدني ويخلصك كده. والله العظيم ده انا جاي علشان خاطره. على لا بعد الشر يا ماما، خلاص خليكي خليكي بعد الشر يا طنط. حصل خير. احمد عندك اي شهادات خبره؟ ايوه طبعا، خبره في البلاي ستيشن، خبره في الاستيميشن، خبره في الماستربيشن، انما يعني حاجه واحده تنفع ما يبقاش احمد ابن بطني انا طبعا، ما هو ده حظي. من فضلك يا طنط احنا عايزين نكمل الانترفيو. ايوه خلاص يا حبيبي، انا خلاص يعني احنا اسفين. انا هسكت خالص اهو، انا اسفه لو ضايقتك او حاجه. انا قول لي يا احمد، شايف نفسك فين كمان خمس سنين كده؟ ايه كمان خمس سنين شايف نفسي مكان حضرتك. ايه اخرس يا قليل الادب يا سافل، هو انا علمتك كده تحط عينك في حاجه الناس؟ مش عيب يا ماما، ده رد بيتقال عادي بيدل على الطموح. طموح ايه؟ جاتك كسر في طموحك. طموح ايه يا مطموح؟ والله العظيم ان انا ما علمتوش كده، عمرنا احنا في البيت ما بنقولش اشمعنى، عمره ما يبص مثلا لحاجه اخته. والله عايزه اقول لك ده مش عارفه اجيب الكلام ده منين، انا والله العظيم مش فاهمه. خلاص يا طنط، هو مش هيعمل كده تاني. خلاص يا احمد. لا بس تعصبني. خلاص كده اتعصب ماما يا حبيب ماما. انا مش ما كنتش عايزه امد ايدي عليك ماما. خلاص يلا يلا، حبش نفسك بقى كده ووري عمو شطارتك، حبش نفسك. قول لي يا احمد، متوقع المرتب عندنا يبقى كام؟
بالنسبه لخبرتي ومستواي الخارق ايوه متوقع 5000 جنيه. لا طبعا 5000 ايه، لا ده كتير قوي. 1000 جنيه حلوين جدا. انا عايزه اقول لك هي الفلوس الكتيره بتعمل ايه؟ بتبوظ الانسان. بعدين هو احمد ايه بيجي معاه سندوتشاته معاه عصيره، واحنا الحمد لله في البيت عندنا كل حاجه مستوره، يبقى ليه الفلوس؟ يا ماما يا ماما حرام عليكي، 1000 جنيه ايه؟ طب 1200 طيب؟ ها؟ خلاص 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 طيب مبروك يا احمد. اتقابلت معانا اتقابلت معانا متشكرين. مش عارفه اقول لك خلاص. بص احمد عندك اهو، اعتبره اخوك. لا ليه؟ اعتبره ابنك، اضربه كسر دماغه. انت تكسر وانا جنبك. كسر لك دماغك، كسر لك دماغك اللي انت عايزه. عايزه اقول لك على حاجه بجد، انا نفسي 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 اتعرف على ماما. ما هو اكيد اللي خلفت الاستاذ الباشا الكبير تبقى ست عظيم. امانه سلم لي عليها، امانه سلم لي عليها. ماما عايزين يا حماده. لا شوفوني هنا، يا حبيبي يا حبيبي قلبي يا حبيبي. خير ما ربيتي حبيبي، شمعه خير ما. تعالي اعرفك على حماده. مش ممكن، مش شبه الصور خالص. شبهك تيبيكال. ايوه حبيبتي. ممكن يا ماما اخد احمد وندخل نشتغل جوه؟ مش عايزه شقاوه. لا خالص. يلا حبيبي، يلا يا احمد، يلا يا احمد، يلا يا ابني. خير ما ربيتي والله العظيم. يعني اقول لك ايه، فعلا خير ما ربيتي والله. المكتب من ساعه ما مسك المدير وهو متنعكش، ارتب ينعكش، ولانش بوكس هنا، غيار هنا، مش ايوه زي احمد ابني. احمد ابني بقى بجري وراه في البيت الم 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 لغايه ما ايه، ما انا خسيت. بصي شفتي خسيت ازاي؟ ما بقتش قادره والله العظيم.